هلا إلى شو في جديد وإلى بيت الزراعة والخبير الزراعي مروان حيدر. بونجور مروان، هاي بتعيش بونجور بونجور عليك، هشام، شايفتك عم صراحة عايش بتقشر. كثير مبسوط، عم جرب بس نكون هيك تحدا نقدر نسمع بعض لأنه كثير عجقة. هلا تفضل آخر يا حلقة مروان، بس نبرم الكاميرا بتشوف اسم الله قد ايه في ناس. سلام للكل أكيد. ثانك يو ريتا، بتسلم عليكم وكلهم بيسلموا عليك. ميرسي ميرسي. لا ما راح نبرم الكاميرا احسن ما يروح الكاد. يلا راح نبلش اول شيء، بدنا نحكي اليوم على، بدنا نبلش بالحبوب، الحبوب ببيت الزراعه، كان العدس او كان فاصوليا العريضه او العيشه خانوم، الحمص، البلدي، البرغل، يعني هالاصناف يلي معمولين شغل لبنان عم ينطلبوا كثير، عن جد نوعيتهم رائعه، كل اللي عم ياخذ من عنا عم بيعرف قد ايه هالنوعيه منيحه. فيلي بحب يجربون اهلا وسهلا. اليوم بدنا نحكي على الكوكيز يلي عم ينعملوا اثنين اصناف كثيره، في ينحطوا بالمايكروويف ويتاكلوا بعد 30 ثانيه او 20 ثانيه بالمايكروويف، او دغري عادي وبيقدروا ياخذون الاولاد معهم على المدارس. تعملتهم كثير طيبه كمان للاولاد وللكبار، بنقول لهم ميرسي كثير لمشي عوده، الشاب الصغير يلي عم بيعمل هالاصناف عنده اكثر من 6 اصناف طيبين كثير. فعم نحكي على الكوكيز كمان موجودين، والبارز يلي معمولين من دبس العنب، عفوا من دبس التفاح، هالتفاح اللي كان في كميات كثير كبيره بلبنان، اشخاص عملوا منهم هالبار طيبين كثير، لهم يعطيهم الف عافيه. مثل كضماني اللي عمل هالفكره ومشي فيها، نوعيتهم طيبه كثير كمان خارج المدارس. والشيء الجديد يلي هو قديم وجديد اللي هو صوص التفاح، صوص التفاح يلي بيعملوا منه الابل باي والاصناف الثانيه، لنا فتره ما نزلنا هيدا منه. هلا صديق بلشنا عبده، لا نعمله هيدا مع الكعك صديق عبده مع بالشتاء، ولو الكعك. ما نسيت صح انا بعد. صح عبده بحبهم كثير وله جمعتين بيقول لي وين صاروا وين صاروا، ايه كنا مدام دولاب. نحن بنعرف انه بحبهم لانه بنشوف النتيجة صح مروان، بنشوف النتيجة طبعا. مشلد عم يمزح عبده، ماشي حاله ملك محاضرة عبده، بنقول له موجود. اكيد. فبنقول لها ميرسي كثير لمدام دولا، مدام دولا اللي بتعمله هون شطورة كثير بهالاصناف. فاللي بيحب يدوق مثل ما كانوا اهليتنا يعملون من زمان، يسلقوا لنا التفاحه يبعتوها يطعمونا اياها، تقريبا ذات الطريقه بس اكيد معمولين شوي اطيب من اللي كانوا يعملون اهليتنا، لانه صاروا يعملون بطريقه جديده واكثر. اكيد العسل، عسل التنديان، عسل الاصناف الثانيه ان كان الجردي او الحمضيات كمان موجود. هلا ايام الشتويه كل الناس بتحب تعمل العسل، فبنقدر ياخذ العسل من عنا، والبينات باتر، زبدة التستو، زبدة اللوز، زبدة الجوز، زبدة الكاجو، كل اللي حكينا عنهم موجودين ببيت الزراعة، كمان اللي بحب يذوقون أهلا وسهلا. رح نبلش بأول تلة، تلة الخرمة، رح نعمل اليوم الكيلو ب 10 تلات. نوعية الخرمة كثير منيحة، تلة الباذنجان المدعبل، كمان اليوم الكيلو حيكون ب 10 تلات. بدي أذكر على المعكرون، يعني طوني بيقول لي معكرون ومعكرون، فبدنا نقول لها ميرسي لمدام ميرا، مدام ميرا بتعملهم بطريقه كثير طيبه. يي هول اللي انا بحبهم، هول صح المشويين 100% مش صح؟ مشويين، يعني ايه. الاستاذ عبده وطوني صالح ما بيلحقوا اكل منهم، فبدنا نقول لها ميرسي لميرا، وهلا بدنا نضيفك منهم ريتا. ميرسي يا مروان، يا ريت يا ريت عندي دوام، يا ريت. يعطيك العافيه، ميرسي. فبنقول لها ميرسي كثير لمدام ميرا والدتها يلي عم بيعملوا الاصناف الطيبه، عن جد شغل بيت وعم بيضاينوا وقد ما فيهم ما عم بيحطوا الاصناف الا المنيحه. اكيد الحشيش مثل ما شايفين هالحشيش الحلوه اللي عندنا، اللي كان الفجل او الروكا او البقدونس او النعنع او الاصناف الباقيه عندنا، بنقدر ناخذ 4 حشيش ب 10 آلاف، يعني ضمن ب 2500 اللي هو سعر كثير منيح، واكيد النوعيه مثل ما شايفين تحكي عن حالها. كمان عندنا الهندي مع وحده بقدونس ب 10 آلاف، والسلق ما بعرف نحط السلقات، راح احط السلقات. بنحكي عن السبانخ، السبانخ الاثنين ب 10 آلاف، وفي عندنا صديقنا اللي بنحبه كثير توني يلي كل يوم نعمل صبحيه على قهوته. تفضل توني، بده يخبرنا اشياء جديده عن البني اليوم. توني واعي بكير ريتا، مظبط حاله. يي بونجور، كيفك يا توني؟ توني خبرنا عن عم تسالك كيفك. الحمد لله الحمد لله. انا توني بون مين اوجوردي هيك منور وعلى البن على القهوه. منور وواعي منيح على القهوه وعلى تليفونك اكيد. خبرنا شوي شو عندنا في القهوه. الكابسيلات اللي نزلناه هون كثير حبون الناس على فوقها، خاصه لونها تاكين، الناس حبتها كثير وعم بتقارنها مع الاصناف الاجنبيه،
عم بتكون طب عندنا ثري كانز ثلاث انواع من الترتيلات مثل الله نعم اثنين منهم 100% ارابيكا 100% ارابيكا واحد منهم 80% ارابيكا و 20% روبوستا بتعطي ارابيكا وروبوستا دكتور فينا نجيب وحده كبسولات نعم ودكتور بالنسبه للقهوه اللبنانيه المطحونه عم بتلاقي رواج كثير صحيح بعرف كثير عم تحكي احنا كنا اول فتره عملناها شوي خشنه ورجعنا نعميها بس اثنيناتهم طيبين الناس مش معودة فيه كان على طلب الناس عم تلوم اياها اكثر و الامريكان كوفي الموجود عندك والاسبريسو على الطلب اللي بيطلب اسبريسو في عندنا كمية هلا هي هي العبوات اللي عم يعملها توني مهمين عن جد كثير مهمين هيدي اللي فيها روبيتا ذهبيه مستودع هن 100% ارابيكا يعني هدول تنصح الناس فيهم لعنده مكنه بمكتبه بحطها ولا ما يتعذب يلقم القهوه ويشتغل فيها توني بنقول لك مش كثير عن جد على طول هيك بتحسنا باشياء طيبه بس بدنا نرجع نتكل عليك نجيب لنا الكابوتشينو يلي كل الناس ناطرته والهوت شوكليت اوكي اوكي ما بقى تاخرنا فيهم يعطيك العافيه ميرسي توني زيت عين قبل كل ناطو هذا الزيت المميز يلي غير شكل كمان صاروا عنا بياخذوا بالتنكي او بالجالون فيهم ياخذوا باللبناني بالقنين اللي نحن عاملينها ما بنعرضهم كثير لحتى ما نعرضهم للضوء على طول بيكونوا محسوسين بالعتم بس حدا يتبع على الطلب اللي نعطيه من المحل الناقم يلي حاطينه هون فاكيد زيت عين قبل الطيب اللي غير شكل صار موجود ببيت الزراعه رح نرجع على السيل خلي تشتغلك اليوم رح نعمل كيلو بعسلي بيقدروا ياخذوهم كان عندنا نوعيه جديده وقطه جديده ونرجع نطلب السلق كثير السلق كمان رح نعمل اليوم الثري الثري سلق ب 10,000 ليره وهيك بنكون صار عندنا كميات منيحه من السيل بنقدر ناخذهم بسعر كثير منيح نعبي فيهم غرارنا ودائما في مكان ثلاث اربع ايام لقدام نريح راسنا من ناحيه الخضره اكيد من ناحيه الفواكه واكيد اللي بحب ياخذ القرنبيط او الموز او القشطه او الماونت او البندوره الخيار اللوبيا كل الاصناف موجوده اكيد بسعر كثير منيح بنقول ميرسي كثير للناس اللي عم يعطونا اسعار كثير حلوه فنقدر نحن نبيعها نحن الخضره مثل ما هي علينا بننزلها على بيت الزراعه بدون اي ربح اكيد من كل قلبنا بنطلب من الناس بس يجيبوا لنا كيس معهم لحتى نفطر شوي على البيئه وعلى بيت الزراعه انه ما يكون عندنا كثير صرف على النيلون في عندنا الكيل كمان الاثنين كيل حيكونوا بعشتلك ريتا مارس بيل كيل مهم للصحة أكيد الكيل مشروع في منطقة أنطلية صحيح مش نفسك فيه كالسيوم فيه أصلا كثيرة نقدر تفيدنا فيتامين سي حتى فيهم فهالكيل موجودين عندنا مشروعين في منطقة أنطلية بصير نضطر نزرعهم رح نعمل الاثنين ب 10,000 لأن السعر يعتبر كثير مبدئيا الأصناف اللي كلها عندنا أكيد الليمونة كلها 100% بيتية ما فيها مواد حافظة شكر كثير كبير لدكتور ميشيل يتبان رئيس الحصة الزراعية بمنطقة الضيعات اللي بيتابعنا خطوة خطوة بكل شيء أمن غذائي يعني بس نحن نروح عم نعمل عم ناخذ الليمونة عم بيكون مرافقنا عم يشوفنا كيف عم ناخذ عم يتحسن إياه هون لنطمن بالنا بالنوعية والأصناف اللي عم تطلع الفصاص مطابقة للمواصفات عم نفوتها على بيت الزراعة بس نكون مطمنين بالنا بتذكر انه المزهر والموارد عندنا اياهم كمان نوعيات كثير مهمه وكثيره لسه هيدا كل شيء الا اذا في ايه عندنا اسئله اول شيء في حدا عم يسالك مروان انه اللقطينه صارت قد الطابه تقريبا كيف نعرف انه استوت وصالحه للقطف؟ صحيح هلا هو عاده ناخذ نحن الوقت كيف صرنا زرعين واذا قطع ست اشهر ونص اربع اشهر بيكون صار وقت القطف فينا نشوف العمل تبع الورق ببلش يبس ويتعب هون بنبلش نقطه سنه رغم فيها تكون لقطين كبيره وعلى زيت الجب اللقطين بيكون في لقطين كبير فما فينا ناخذ بس على الحجم بدنا ناخذ على الوقت اللي زرعينه وعلى الورق بس يبلش يتعب والعنق بس يبلش ينشف بيكون بلشنا نحن لازم نقطه وهيك بيقدروا ينزلون على سؤال ثاني مروان قال هلا بيزرعوا زنزلخت؟ لا الزنزلخت هي شجره ايه فينا نزرعها على مدار السنه الزنزلخت كانوا يزرعونا اهالينا من زمان وعيين بالسنسوي لما زرعوا بلبنان كثير اصناف بالكيلا كانوا يزرعوا كمان الزنزلخت بس مين كانوا يزرعوا الزنزلخت؟ فجر الزنزلخت بنشوفه نحن قدام البيوت شكله كثير حلو بيكون شكله على شكل
شمسيه بيعطي خضار وافر، يعني كميه الورق اللي فيه كثير كبيره، بينقي الجو، بيشيل الغبره، بينقي كل التلوثات تبع السيارات والمعايير. الحلو كمان بورق الزنزخت قد ما بيحمل غبره بنقي جو كثير، وبيعمل يعني بيساعد على الاحتباس الحراري، يعني بدل ما يكون هالشمس ضاربه عند هون والارض بعد يكون عندنا كثير شوي، نقدر نزرعهم على السطوح، نقدر نزرعهم بمداخل بنايات او على بالبلديات بالطرقات، بتروح لنا كثير الشوب وبتخلي جو حلو. من زمان اهالينا كانوا حبوب الزنزانات يشيلوا الحبوب منه، يعني يشيلوا اللب يقلوا الحبوب يعملوا منها مسابيح لانه تعطي ريحه مثل البقر. بس الاهم من هيك كله انه شجر الزنزانات هالايام صعبه، وهالحشرات اللي كثير يعني الحشرات اللي عم تتكاثر بلبنان، هذا النوع من الشجر بيبعد البرغش والبعوض. فمن هالمنطلق كثير مهم نزرعه حوالى بيوتنا وحوالى جنيناتنا، وبذات الوقت ستات القديمين يعني او اهليتنا وستاتنا كانوا يجيبوا ورق الزنزخت ويحطوه مع السجاد بس يدبوه من سنه لسنه. فمن هالمنطلق كان الزنزخت يروح العد، يروح العد من الحشرات، فكانوا اهليتنا يعملوها، وتبين دراسات انه مضبوط الورق الزنزخت بيعمل هيك. بالمكاتب المهمه بالصين وبالبلاد اللي كانوا يحافظوا على الكتب القديمه، يجيبوا ورق الزنزخت ويحطوهم بين الكتب لحتى ما يضربوا العد. بلبنان مش غلط ابدا نزرعها كشجره زينه، يعني اليوم لما كنا نزرع قديما الزنزخت بس تروس مشيت اللي يجيبوا اشجار حلوه من برا، تغيرت النظر اللي يجيبوا اشجار غير الزنزخت. هلا لا، فينا نزرعها بقلب البيوت، يعني بقلب الجنينات البيوت، بتعطي شكل كثير حلو، بتعطي سي كثير حلو، بتعطي خضار ياسر كثير، وبتبعد عنا البرغش والبعوض والحشرات. فمن هالمنطلق مش غلط ابدا نزرعها. وشغله ثانيه كمان قديما كانوا يستعملوها، يستعملوا خشبها مثل خشب الجوز، لانه خشبها كمان ما بيجي عليه السوق، ما بيجي عليه الحشرات، فبضاين سنين طويله. وبهيك من هالمنطلق الناس فيها تستعمل فيها يعني كل شيء، تخوطي الخزاين، وبيكون النتيجه كثير منيحه. ونصيحه كمان كثير مهمه، الناس اللي بتخاف من قصه البق والحشرات تقدر تحت الفرش تحط ورق الزنزانة كل شهرين ثلاثه تغيره مره، بتساعد انه يبعد العدوى بعد الحشرات. انا بدي اشكرك كثير يا مروان، يعطيك الف عافيه. يلا قل لي بدي تتفاجئي، الكل بده يقولوا لك بونجور والكل ناطرينك، بس اليوم عندي شو بدي اعمل؟ لا ما راح اقدر. يا الله سلام للكل. اكيد راح يسبحوكي ويقولوا لك بونجور، راح نبرم لك الكاميرا. يي صباح النور لك، ما اهضمون. شفت قد ايه بيكون في عجقه؟ ايه عن جد. عشان هيك بنكون عم نجرب نكون قد ما فينا رايقين. يلا وانا ما رح اخركم بقى. ميرسي كثير لك يا مروان، وسلم للكل. ميرسي.